خاصنا وجمهور الحقيقي اللي في سبورت على اليسما سي او ليكيب. هذا نادي الشعب وهذا الفريق فريق المولوديه بدون هذا الجمهور حنا ما سوى اي شيء. لهذا ماذا بيا ان شاء الله الناس اللي راهي تكلم على الديل بالبلد بيننا وبين الجمهور تاعنا ان شاء الله ربي يهديهم وخلينا نكون محترفين، لان شفناها في 2015 كيفاش ساند الفريق تاعو بما ما حبطش القسم الثاني، يعني كان هو اللاعب 12. لهذا ان شاء الله في المستقبل خلونا احترافيين ان شاء الله ونعرفوا كنا بلي الجمهور المولوديه جمهور كبير.